السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة غدا خفيف ولطيف كده، وكمان اقتصادي بنص كيلو صدور فراخ. هتعملي احلى غدا ويكفي العيلة كاملة. هنجيب معانا صدور فراخ مقطعه مكعبات، وانا كنت متبلاها من قبل كده. انت هتتبليها بقى بكاري وبهارات فراخ، وممكن زبادي ومعلقه كاتشب، وتحاولي ان انت تحطي كل البهارات اللي انت حباها. بس انا كنت متبلاها من قبل كده وما صورتهاش. تمام. بعد كده هنحطها كده في طاسه على النار، فيها معلقتين زيت او معلقه زبده، وهنقلب فيهم الفراخ. طبعا بتكون على نار عاليه عشان تاخد صدمه وتدينا اللون اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما تاخد اللون ده هشيل الفراخ احطها كده في طبق، لان احنا هنعمل كل وصفة الغداء في طاسة واحدة زي ما انتوا شايفين، مش هنوسخ اي مواعين خالص. في نفس الطاسة هنحط بصلية مفرومة، وهنحط 3 فصوص ثوم مفرومين، وهنشوحهم مع بعض كده مكان الفراخ في الطاسة. اول ما البصله تاخد لون خفيف كده، مش عايزه احمرها قوي، مش عايزه اغمقها علشان ما تمررش معايا، هرجع احط الفراخ تاني وهنقلب كله مع بعض. هنحط بقى معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره، فلفل اسود، وهنحط كمان بهارات فراخ، وهنحط كاري، لان الاصل في الوصفه دي الكاري، انك تزودي الكاري. هتحط معلقه كبيره من الكاري، وهنحط معلقه من الصلصه دي، حطيت معلقه كاتشب على معلقه صلصه. الكاتشب بيدي طعم حلو قوي للاكل. وهنحط كمان كوبايه كريمه، لو مش موجوده هنعمل كوبايه لبن، عليها معلقه دقيق، وعليها معلقه من القشطه. معلقه الدقيق علشان تخلي معاكي الصوص تقيل شويه وبيديله قوام حلو. وهنقلب كله مع بعضه بالشكل ده. هنزود بقى معلقة صغيرة من المرقة، وهنحط يعني كوباية صغيرة او مج من اللي بتشربي فيه الشاي، هنحط كوباية مية مغلية، وهنزود الملح في الاخر خالص. وبعد كده هنغطي عليها وهنسيبها لما تستوي، طبعا بتكون على نار متوسطة كده. تمام. يبقى احنا كده دلوقتي حطينا كل البهارات وسوينا الفراخ وحطينا كوبايه الكريمه، وهنبدا بقى ان احنا نغطي عليها زي ما قلت لكم، وهنسيبها تستوي بقى براحتها خالص. وبعد ما تستوي وهي لسه على البوتاجاز، هنزود بقى شويه من الكزبره الخضراء او البقدونس، بتدي لها لون حلو وكمان بتدي لها ريحه حلوه قوي. هنجيب بقى طبق التقديم ونبدأ نقدم الأكلة بقى الحلوة اللي احنا عملناها دي. هنحط ده رز بسمتي مسلوق. انا هعمل لكم فيديو بيه بعد كده، لان الوصفة دي محتاجة رز بسمتي مسلوق، يعني مش محتاجة رز اصفر ولا بالكاري ولا بالكركم ولا رز ريزو ولا الكلام ده، هو رز بس كده ببهارات عطرية هعمله بعد كده معاكو وبس. هو ده اللي احنا محتاجينه مع الوصفة بتاعت النهاردة، بيتقدم مع مكعبات الفراخ بالكاري الرز المسلوق ده. هنحط بقى جزء من الرز كده في نص الطبق، ونحط نص التاني الفراخ اللي احنا عملناه. بصراحة يا جماعة الطعم خرافة، لو جربتوها مش هتعملوها غير بالطريقة دي، والصوص بتاعها تحفة. وطبعا بنص صدور فراخ بس بتعملي احلى غداء وبيكفي العيلة كلها. وده شكلها في النهاية. حابه انت بقى تكتري بقى من الشطه، طبعا كل الاكلات الهنديه معروف فيها بالشطه، بتزودوا الشطه قوي. انا حطيت بس نص معلقه صغيره عشان الولاد مش بيحبوا الشطه قوي، وانت بقى حابه تزودي تزودي براحتك. وده بس الطبق شكله في النهايه، ممكن ترشي بس رشه خفيفه كده على الوش من البقدونس او الكزبره الخضراء، بتدي لون حلو كده وتكسري اللون. وعملتي انت الغدا ما اخدش منك نص ساعه على السريع كده، وطبعا مش مكلف، اقتصادي جدا. ممكن كمان تعملي مع الوصفه دي رز يعني مصري عادي، مش لازم رز بسمتي، والصوص بتاعه هتاكلي بيه الرز وطعمه حلو قوي. لو عجبك الفيديو وحسيت انك استفدت منه وعجبتك الوصفة، ما تنسيش اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس. والسلام عليكم.